حميد محلل أسواق العملات في إيكوتي جروب ينضم إلينا. ديفيد أهلا بك معنا. دعني أبدأ معك اليوم من الأبرز، وهو البنك المركزي الأسترالي ورفع معدلات الفائدة بخمسين نقطة أساس، ضعف المستويات المتوقعة وحديث عن المزيد من الرفع، لأنه كانت التون فيها كتير تشدد بأنهم سيقومون بأي شيء لخفض معدلات التضخم. هل هذا برأيك يهيئ الدولار الأسترالي للمزيد من المكاسب أمام الدولار الأمريكي؟ نعم هو كذلك. إذا ما نظرنا إلى حركة الأسعار للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة هو على ارتداد، وذلك يعود إلى أنه كان لدينا انخفاض في مؤشر الدولار الأمريكي قبل ثلاثة أسابيع. الدولار المؤشر وصل إلى أعلى مستوياته ومنذ ذلك عاد وتراجع قليلا، وبالتالي هذا قد أعطى مساحة للدولار الأسترالي لكي يرتفع، ولكن بالطبع هذا سيتغير مقارنة بالسياسة التي اعتمدها الأسترالي المركزي الأسترالي، رفع بخمسين نقطة أساس وفاجأ الأسواق وفاجأ الاقتصاديين الذين بأغلبيتهم كانوا يتوقعون 25 نقطة أساس رفع، ولكن رفع بخمسين نقطة أساس، فهذا يعني مرة جديدة أن يكون هناك ارتفاعا أكثر ورفعا أكثر خلال الأشهر القادمة، وبالتالي هذا سوف يؤثر. هذه ثاني رفعة من بنك المركز الأسترالي في غضون خمسة أسابيع، وعلينا أن نتذكر أنه بشكل عام في نيوزيلندا أيضا المركز النيوزيلندي رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ نوفمبر من العام الماضي، وأيضا الفيدرالي يقوم برفع أسعار الفائدة، ونحن قد نشهد رفعتين إضافيتين البنك المركزي الأسترالي في الأشهر القادمة. اليوم الدولار الأمريكي أيضا المؤشر وصل لأعلى مستوياته في أسبوعين مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لمستويات فاقت 3%. الآن عم تتحرك بالنسبة لعوائد العشر سنوات عند تحديدا يعني 2.98%، يعني قرب 3%. لأي مدى المزيد من الارتفاعات على عوائد العشر سنوات سيهيئ الدولار للمزيد من المكاسب؟ إنه اتجاه تصاعدي في عوائد السندات لأجل 10 سنوات، هذا واضح. قد شهدنا أعلى من 3% لفترة قصيرة، ولقد عاد وانخفض عن 3%، ولكن على المدين المتوسط والبعيد التوقعات هي أنها سوف تبقى كذلك. بالطبع الجميع يتأثر، محضر الفيدرالي عندما تم إعلاني عنه كان هناك توقع لتلك ذلك التشديد، والفيدرالي كان قد أوضح بأنه سيكون لدينا 50 رفع نقطة أساس في يونيو و50 أخرى في يوليو، وعلينا أن نتذكر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أصلا مرتين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبالتالي هذا اتجاه تصاعدي لعوائد العشر سنوات، وهذا يبقى احتمالا كبيرا. ومع ذلك سوف نشهد المزيد من الارتفاع ليس فقط في عوائد العشر سنوات بل أيضا في الدولار الأمريكي. لن أتفاجأ أن مؤشر الدولار الأمريكي قد اقترب إلى أعلى مستوياته منذ 5 سنوات، أي بين اليوم ونهاية الشهر. دعنا نتحدث أيضا عن الجنيه الاسترليني. رئيس الوزراء البريطاني نجا من محاولة لسحب الثقة، حصل على دعم 211 نائبا في مقابل 148 نائبا الذين صوتوا لصالح حجب الثقة عنه. ردة الفعل من الجنيه الاسترليني كانت يعني غريبة نوعا ما، لأنه شفنا نوع من المكاسب ثم تراجعات، والآن عم نتحدث عن نوع من التقلبات. ما رأيك بالملف السياسي ببريطانيا، وإلى أي مدى ترى بأنه سيكون لديه انعكاس قوي على الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي؟ إن التقلبات التي شهدناها خلال 12 إلى 16 ساعة الأخيرة، وذلك بعد التصويت على ثقة في مجلس العموم لبوريس جونسون، التقلب بسيد الموقف. سيبقى الاسترليني لن يحرز مكاسب كبيرة برأيي خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وبالطبع هناك تقلبات، وإلى متى سوف يبقى متقلبا هذا هو السؤال.
نعم، إن بوريس جونسون حصل على الثقة، ولكن إلى متى سيبقى؟ بعد 12 شهرا يمكن إجراء تصويت ثان، ولذلك هو قد ضمن عمله لعام ومنصبه لعام، ولكن بالطبع أكثر من 40% من نوابه صوتوا ضده، يعني بأنه فقط يحاول أن يربح الوقت، لأن هذه القيادة السياسية تتأثر، وبالتالي أن التغيير في غضون 6 أشهر أو 12 شهر سوف يؤثر على الاسترليني وعلى الاقتصاد البريطاني، حيث أن المستثمرون الدوليون قد يعتبرون أن عدم اليقين السياسي يؤثر، وسوف يبحثون عن استثمارات في أماكن أخرى ربما في الدولار الأمريكي. وعلينا أن نتذكر هنا مرة جديدة بأن كان هناك دولار قوي وارتداد قوي في الدولار مقارنة بالاسترليني، وأيضا الرئيس بايدن ليس بأفضل حال على الساحة السياسية محليا، ولكن وضعه أفضل من هو في بالنسبة لبوريس جونسون حاليا. لذلك أنا أعتقد بأن الاسترليني على الأرجح سيتداول عند نطاق محدود مقابل الدولار، ولكن ما من ارتفاع كبير في الأسابيع والأشهر القادمة. شكرا لك ديفيد ميدن، محلل أسواق العملات في إكويتي جروب. Thank you.